السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد وفي هذه السلسلة الجديدة التي إن شاء الله تعالى سأقدمها حول المفاهيم السوسيولوجية. سوف أقرأ كتابا باللغة الفرنسية، يعني في كل مرة سأقرأ مفهوم بالفرنسية ثم أترجم إلى اللغة العربية. هذا الكتاب الذي سوف أعتمد عليه في هذه السلسلة هو بعنوان les 100 mots de la sociologie، يعني 100 كلمة من السوسيولوجيا تحت إدارة سيرج بوغام. إذن 100 مفهوم إن شاء الله تعالى سوف نحاول أن نشرحها باللغة العربية. أول مفهوم سأبدأ به في هذه الحلقة الأولى وهو مفهوم la comparaison، المقارنة. إذن دوركايم affirmé que la sociologie comparée n'est pas une branche particulière de la sociologie. دوركايم كان يؤكد بأن السوسيولوجيا المقارنة التي تقارن ليست فرعا عن السوسيولوجيا، ليست فرعا خاصا عن السوسيولوجيا، هي السوسيولوجيا نفسها. سي لا سوسيولوجي مام ان طون كو كيل سيس دات بيورمون ديسكريبتيف اي اسبير ا روندر كونت دي في. يقول دوركايم بأن السوسيولوجيا هي المقارنة في السوسيولوجيا أو المقارنة ليست فقط جزء أو فرع من السوسيولوجيا، وإنما السوسيولوجيا هي تقوم بهذا العمل، عمل المقارنة. إذن la comparaison s'appuie sur la confrontation de figuration de configuration sociale. فالمقارنة تعتمد على يعني مقابلة مجموعة من التشكيلات الاجتماعية المتنوعة من أجل التفسير au service de l'interprétation d'un objet sociologique، من أجل تأويل يعني موضوع سوسيولوجي. Comparer signifie tout autant mesurer l'ampleur des contrastes qui les clivent que d'identifier leur point de convergence. فالمقارنة تعني من جهة تعني البحث عن نقاط الاختلاف ثم كذلك النقاط الالتقاء والتشارك. Cette tension entre singularité et transversalité éclaire les multiples déclinaisons sociales du phénomène observé et enrichissait sa mise en intelligibilité sociologique. إذن هذه المقارنة، يعني هذه المقارنة فهي تحاول أن تبحث عن الاختلافات، عن الخصوصيات، عن الأشياء، عن الخصوصيات مثلا خصوصية كل مجتمع، وكذلك عن الأشياء التي تجمع ذلك المجتمع بمجتمع آخر، ما يسمى ب لي ترانسفيرساليتي، يعني الاشياء العرضانيه التي الممتده التي تمتد الى مثلا مجتمعات متعدده مثلا كمثال. Aujourd'hui اليوم le terme comparaison، يعني مصطلح comparaison او مقارنه، فهو يعني كاليفي بريوريتارمون لابروش، فهو يعني بالضروره المقاربه، ما يسمى بالمقاربه الدوليه لابروش انترناسيونال. مقصود بها مقاربه دوليه، المقصود بأن هناك مقاربة لمقارنة مثلا مجتمعات متعددة، مجتمعات إنسانية، كأن ندرس مثلا كأن نقارن المجتمع الفرنسي بالمجتمع الأمريكي أو المجتمع المغربي بالمجتمع الفرنسي إلى آخره. Pour autant, le raisonnement comparatif ne se réduit pas à la comparaison de société à société son échelle. ولكن رغم ذلك ف يعني هذه المنهجية يعني المقارنة فهي لا تقتصر فقط على مقارنة مجتمع بمجتمع آخر، وإنما يمكن كذلك أن نقارن مجموعة من الظواهر ومجموعة من الأشياء داخل نفس المجتمع، داخل نفس المجتمع. On oppose classiquement les approches comparatistes durkheimiennes et weberiennes. يعني بشكل تقليدي هناك نضع المقاربة أو المقاربة المقارنة الدوركيمية في مقابل المقاربة المقارنة الفيبيريا، يعني المنهج ماكس فيبر في المقارنة ومنهج إيميل دوركيم. فمثلا إيميل دوركيم فهو يقارن بشكل كبير المجتمعات ليبين مثلا النتائج وإلى آخره من خلال مجموعة من المتغيرات وباتباع ما يسمى بلي فارياسيون كونكوميتانت، يعني الاختلافات المصاحبة. مثلا في كتابه إيميل دوركيم في كتابه لو سويسيد، الانتحار، فهو اعتمد على مقارنة بين مجموعة من الدول، مجموعة من الدول في كتابه الانتحار. لا سكونت يعني المنهجية الثانية في المقارنة منهجية ماكس فيبر،
في davantage place aux représentations. فهي يعني تركز أكثر على التأويلات أو التمثلات التي لدى الأفراد أو المعاني التي يعطيها الأفراد لأفعالهم. Dans une perspective compréhensive, في إطار رؤية يعني للفهم، فهم المعاني التي يعطيها الأفراد إلى أفعالهم. Elle s'appuie sur le concept d'affinité élective. فهي تعتمد على مفهوم يسمى بالأفينيتي إلكتيف. يعني أفينيتي، إذا أردنا أن نترجم أفينيتي ف يعني نقصد بها يعني صلات تقارب إلكتيف اختيارية. المقصود هنا المعنى ذلك أنه للتأكيد على الانتردبوندونس أونتر دو فينومين، يعني الاعتمادية المتبادلة بين ظاهرتين مثلا، إي كوندوي على كونستركسيون إلى كونفرونتاسيون دي تيب إدو، وهذا يؤدي إلى مثلا بناء ما يسمى بالنماذج المثالية بالنسبة لماكس فيبر. النماذج المثالية هي ليست نماذج تعكس الحقيقة المطلقة، وإنما هي فقط نماذج لكي ندرس من خلالها الواقع. النماذج المثالية مثلا عندما نقول البيروقراطية، البيروقراطية كنموذج مثالي، لكن يعني هو لا يعني إذا تحدثنا عن خصائصه فهو لا يعكس الواقع 100%، وإنما كنموذج يعني نقارن من خلاله الواقع. مثلا الديمقراطية كنموذج مثالي، ولكن الواقع ليس فيه الديمقراطية 100% كما نسطرها على الأوراق. إذن تسمى النموذج المثالي. Fondé sur les singularités instinctives des réalités observées. إذن المنهج الفيبيري في المقارنة فهو يعتمد بالخصوص على الخصوصيات التي تميز الحقائق الملاحظة، الحقائق الاجتماعية. Cependant, l'opposition entre ces deux approches tend à être dépassée. L'introduction de nouveaux outils théoriques et méthodologiques rend possible leur mise en complémentarité au sein d'un même raisonnement comparatif. قالك بأنه يعني رغم ذلك فالمعارضة أو المقابلة بين هذين الطرحين، طرح إيميل دوركيم والطرح ماكس فيبر، ف حاليا نسعى الى تجاوز هذه الثنائيه. فهناك مثلا ادوات منهجيه ونظريه جديده تحاول ان تعتمد المنهجين الفيبيري وكذلك الدوركيمي في اطار التكامل. دو بلوس لا كومباريزون نو سو ليميت با على سول اوبجيكتيفاسيون دو كونتراست دون كونفيغوراسيون سوسيال ا لوتر مي تون ايغالمون فير لا كومبريونسيون. فكذلك فالمقارنه ليس معناها فقط يعني محاولة دراسة الاختلافات والتناقضات والنقاط الالتقاء، وإنما أيضا تبحث عن فهم العوامل الاجتماعية التي تسبب تلك الاختلافات مثلا أو تلك التشابهات، العوامل الاجتماعية نحاول أن نفسر أن نفهم. ainsi que leur dynamique، كذلك دينامية تطورها. elle appelle donc à s'ouvrir sur une perspective socio، وبالتالي فهي تدعو المقارنة إلى انفتاح على رؤية سوسيو تاريخية اي اموبيليزي لي زابور، وكذلك تعبئة الاسهامات الحقول المعرفية الاخرى، مثلا التاريخ الاجتماعي، اقتصاد، السياسات العمومية مثلا، لا سونس بوليتيك كذلك علم السياسة، الاثنولوجية والى غير ذلك. اذا باختصار شديد حاولت ان اشرح لكم المفهوم المقارنة من خلال هذا الكتاب. ان شاء الله تعالى في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى المفهوم الثاني سيكون هو la compréhension، الفهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.